تبرعت بمبلغ مقدار 200 مليون عراقي، أي ما يعادل أكثر من 165 ألف دولار أمريكي لمدرستها. ليش سوت هذه المبادرة؟ خلينا نتعرف عليها السيدة أريج فاضل. أهلا وسهلا ست أريج، نورتينا، تفضلي. طبعا احنا سعداء جدا ان تكون سيده حامله بقلبها كل هل وفاء، كل هل ايثار حتى تسعد الاخرين. نورتينا بناسنا اليوم. الله يسلمك يحفظك ربي، اسعد احنا بفرصه تعرفنا عليكم حبيبتي. اريد اول سؤال اللي يسمع هذه الحاله اليوم ميراثه، اليوم اي شخص يطلع له ميراث يفكر الف مشروع، الف قضيه، سواء المبلغ يكون صغير او كبير، انت ليش تحديدا فكرتي تستخدمين كل هالميراث بهالطريقه هاي، بهالمبادره يعني الانسانيه اللي عملتيها بترميم مدرسه كنتي يوم من الايام طالبه فيها؟ يعني أنا من استلمت المدرسة حسيت بالمسؤولية الكبيرة اللي على عاتقي صارت، ومدرسة كانت آيلة للسقوط، نقول مرت على الأفاعي ولل يعني حس أي آيلة بنى تحتية صفر، وسائل تعليمية كل شيء مفتقرة مدرستنا كانت. فالمسؤولية اللي صارت على عاتقي جبرتني أن أسوي هذا الشيء. وثاني شيء ريدفتس، مو إحنا كل شيء المال عندنا، ولا ردت مشروع أقوم به استثماري وأخلي وارد، لا نهائيا هذا بعيد التفكير عن بالي. فردت أخلي شيء، أول شيء أريد رحمة الوالدي من عنده توصل، وثاني أو يرحم والديك، وثاني شيء يتمتعون الطلاب، أشوف الفرحة بعيونهم، يتمتعون بوسائل تعليمية، مدرسة مؤهلة لهم. ترى إحنا يعني شلون إحنا نقول من أبسط الأشياء نقدر نخلق لهم الجو اللي هو اللي يستحقه. ترى الطالب العراقي هو ينظلم ذيك السنوات السابقة والكادر التدريسي أيضا. يعني من أنت تحكين ما أقدر أسكت، يعني الابتسامة أخذتني، لأنه اليوم لما نشوف نماذج بهالإنسانية يعني بصراحة نقول البلد والدنيا بعد بخير، مو بس البلد بعد بخير. اليوم أريج لما تنظر للي سوته تحس أنه لاقت هالسعادة اللي كانت هي منتظرتها من تبرعت بهالمبلغ؟ طبعا، ودائما أشعر بهذا الشيء وأحس بالفخر اللي أنا هذا الشيء سويته وما أتندم عليه نهائيا، ومستمرة لحد الآن. أنا يعني تعرفين اللي سويته كله يحتاج ترميم واستمرار بي، إذا الشيء ما يبتبقين مستمرة بي وإدامة استمرار. ويعني تعرفين طالب 750 طالب من دخلت هاي الفرحة لقلوبهم وقلوب عوائلهم، شيء مو بالهين، فلازم أحافظ. ولحد الآن أنا أنفق على مدرستي. لو تكررت الفرصة لأريج نفس الميراث أو أكثر أو أقل بقليل، هل تكرر مبادرتها نفسها؟ طبعا بدون أي تردد، بدون أي تردد وأي ندم أكررها. يعني ما تستحقين ذلك.